مقدم على الوطن. الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعمي وتصم. فيروس كورونا جندي من جنود الله، هو الآن بصدد تنفيذ مهمته التي بعثه الله بها. لا تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن توقفه عن تنفيذ مهمته، حتى إذا انتهى منها فالذي كلفه بالمهمة هو الذي يوقفه. فالله عز وجل هو الذي أرسله بلاء على أهل الأرض أجمعين، وهو بصدد تنفيذ ذلك. فإذا انتهت مهمته أوقفه الله في لحظة واحدة. هكذا أمر الله جل وعلا، وهكذا قضى، وهكذا قدر. فلنعرف الأمور على جليتها، وأن الله هو الذي يسيرها، وهو الذي قدر الأقدار، وهو الذي يرفعها. هنيئا لمن رزقه الله بصيرة وإيمانا بالله عز وجل وأقداره.